بعد شهرين على تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا، أعطيت الأوامر لنحو 158 مليون أمريكي بالبقاء في منازلهم. هكذا أصبحت الصورة. كافة البلدان في تسابق مع الزمن لإنتاج لقاح أو علاج، ويعملون ليل نهار في مراكز البحوث، وإحنا موقعنا هنا كأطباء عراقيين في ولاية فرجينيا قرب العاصمة واشنطن، حاولنا نساعد الناس بأقصى ما يمكن مساعدتهم، وذلك عن طريق التواصل معهم في خاصة المرضى أبناء جالية وأبناء جالية العراقية بالذات وغير أبناء الجالية كذلك، حاولنا نساعدهم قدر الإمكان، وذلك مواصلة التواصل لهم عن طريق التواصل الاجتماعي الفيسبوك السكايب أو الواتساب أو التليفون، نحاول نمثلهم بالمعلومات عن الفيروس، وحتى المرضى اللي يحتاجون بعض الأدوية ويحتاجون بعض النصائح الطبية نحاول نتواصل وياهم ونساعدهم، وهذا يكون مجاني للمرضى اللي ما عندهم تأمين صحي، وهذا أقل شيء ممكن نقدمه لأبناء الجالية في الوقت الراهن إلى تعدي هذه الأزمة عن هذه الأمة. الصيدلية ما زالت مفتوحة، ونقوم بمساعدة جميع المرضى الذين لا يمكنهم القدوم إلى الصيدلية لأخذ الدواء لأن جميع الصيدليات مغلقة. هي لحظات زمنية مصيرية، لحظات طوارئ خطيرة كونية، تبحث عن إسعاف الحياة من جائحة موصدة غير واضحة معالم علاجها حتى الآن، ولا مجال أمام البشرية إلا الشجاعة والتعاون في مواجهتها، حيث اجتمع حشد من المسلمين لمساعدة العوائل التي لا تستطيع الخروج من البيت، وحشد طاقة علمية ونفسية هائلة مشتركة. العمل على تشكيل مجموعات من الخدمة الطوعية الاجتماعية في سبيل توفير السلات الغذائية للعوائل التي لا تستطيع، يعني التي فقدت لربما فرص العمل. كذلك يوجد لدينا شريحة واسعة وكبيرة من كبار السن الذين لا يستطيعون مغادرة منازلهم، وبذلك لا يكونون معرضين إذا خرجوا من منازلهم إلى الإصابة، ولربما يعني تتضاعف إصابتهم بالفيروس. نعم، هي فاجعة عالمية لا تستثني أمة ولا دولة، ولا تميز بين جنس أو عرق، ولا لون أو معتقد، ولا غني وفقير. لقناة كربلاء الفضائية، فراس العلاق، العاصمة واشنطن.
Shelters, come down. Shelters, come down.